طب بالظبط انا كده. بس احنا عشان احنا اتفضل يعني اصل كلامنا على ماتش الزمالك اتفضل ودريمز الغاني. اتفضل. انت شايف ان الزمالك دلوقتي حالته ايه في هذه المباراة وتوقعاتك بص ليها ايه، خصوصا المباراة هتتلعب طبعا في استاد القاهرة يوم الاحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة بص، الزمالك في اي حضور فرقه 30,000 يلعبها، متفرج طبعا ان اي شاء الله زمالك اي موجودين. فرقه يلعبها الفتره اللي جايه، الزمالك ليه الرياده في المباراه او ليه السيطره، لانه بقى يمتلك اللاعبين اللي عندهم الجزئيه دي. طبعا الماتش ده مش هيبقى فيه موجود عبد الله السعيد ولا موجود ناصر ماهر، فاهمني؟ فالزمالك هيرجع انما بقى فيه شكل للفريق. اتمنى المباراه دي الزمالك يكسب فيها 2-3، لان المباراه هناك بتبقى صعبه. المباريات الافريقيه على الملاعب، يعني الاهلي الله يكون في عونه هيلعب الساعه 3. الأهلي هيلعب انا الساعة 3 يوم السبت انت عارف، انا مش خايف على فرقه الاهلي قد ما خايف على التوقيت والحراره، مع ان الجو ده الفتره دي الجو كويس، بس ما تضمنش برضو. انما المفروض ان برضو يبقى فيه للحاجات دي، بناخد بالنا منها، بنخلي بالنا منها، بنلعب اللعيبه على اجواء مماثله. انما احنا عندنا في مصر كل بنلعب ابتداء من الساعه 6 7 8 9 في اجواء مختلفه. اكيد لما بتيجي تلعب الساعه 3 اليوم بيهتز بالنسبه لك، لا انت عارف بتفطر امتى ولا بتتغدى امتى، بتغير عارف سيكولوجيه كده، النفسيه بتاعتك بتتغير، الوضع بتاعك بيتغير. فالمفروض ان احنا يبقى عندنا بعض المباريات اللي تتلعب في خلال السنه تتناسب مع الاوقات دي بره، بحيث ان يبقى في عارف كل حاجه لما بتيجي تجربها وتعملها اكيد بتاخد عليها وبتمشي عليها. انما دلوقتي بقى المباريات بالنسبه لنا بالنهار بقت صعبه جدا على اللعيبه، لان توقيت النوم بيختلف، الصبح بيختلف، الظهر بيختلف، الاكل بيختلف. فاكيد لازم برضو الناس اللي بتفكر في الدوري السنه الجايه يفكروا في الحاجات دي، ان يتعمل ماتشين في السنه، 3 ماتشات في السنه، رايح جاي الساعه 3 الساعه 4 زي ما بيحصل في انجلترا. انجلترا فيهم مباراه بتلعب الساعه 12 الظهر والساعه 1 الظهر مظبوط. والساعه 2، لان الناس دي بتفكر في كل حاجه، بتفكر خد في بالك هو ملعب عارف مازيمبي بجانب انك الاهلي هيلعب الساعه 3، الملعب كمان نفسه ملعب نجيل صغير، صناعي. ملعب صغير، مربعات كمان في لا الملعب ونجيل في صناعي بعض كمان، الالوان. والنجيل الصناعي ده مشكله. ما دي من ضمن الحاجات اللي انا بقول لك المفروض ان الحاجات دي كلها تبقى عندنا حاجات طبيعيه. يعني نلعب على ملاعب كده، طالما البطولات بتاعتنا بنوصل فيها لكده ما نسيبش حاجه للصدفه. المفروض ان كل حاجه يبقى معمول حسابها، حاجات مستقبليه بيفكر فيها. بس انا سمعت جمله بس عايز اعيدها لك اتفضل تاني، انت قلت اتفضل. انا خايف على الاهلي، ايوه انا لا خايف على الاهلي والزمالك من من التوقيتات دي. قلبك دي ولا ايه؟ طب اه والله العظيم، اصل والله حد بعت العظيم، لي رساله يقول لي كابتن عرفت بيقول انا خايف من قلبي. طب والله، طب اقسم لك بالله العظيم، اقسم بالله العظيم ان انا صدق نفسي اشوف الكره المصريه اقول لك على حاجه، رغم اختلافي مع المدير الفني لمنتخب مصر في حته ان انا كنت عايز يعني كابتن حسام حسن، اسم كنت عايز اسم اكبر من كده، اللي انا متضايق عشانه، لان كنت عايز مستويات اسم اكبر اللاعبين، من كده لمين؟ لا كنت عايز منتخب مصر يعني يبقى ليه مخطط اكبر من ان انا يعني انت ما كنتش مع كابتن ان حسام. كابتن حسام يمسك المنتخب؟ لا 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 بصراحه لا لا، لان انا بفكر في الموضوع بطريقه تانية خالص، غير اللي احنا بنفكر وقت بنفكر تحت رجلنا. انا عايز حد، عايز مشروع، عايز كابتن ناس حسام زي ما يقدرش المغرب يعمل كده. المشروع ده؟ لا ما يقدرش، لان كابتن حسام ما عندوش العلم اللي يقدر يوصله دي. ممكن يبقى عنده خبرات تدريبيه، انما العلم دايما بينصرك على اي حاجه، ايوه بس انت بيوصلك النهارده للي يا انت كابتن عايزه. مفيش حد بيبقى عارف كل حاجه، لكن بيبقى ليك لا حول مساعدينك. ولا قوه الا بالله، في مدربين بيعرفوا كل حاجه، في كل مدربين مدربين يا وعندهم كابتن عنده والكلام ده. قافله من المساعدين في كل حاجه، عشان كده طيب ماشي، طب ماشي، وليه ما نعملش كده؟ وليه ما يبقاش عندنا مشروع؟ يبقى الكابتن حسام، احنا يبقى اطلب انا الكابتن حسام يبقى عنده كم بالمساعدين وناس وليه لا؟ ده هو جايب الناس اللي بيعرف يتعامل معاهم. المفروض لا، المفروض ان انا يعني انت اجيب مش الناس داعم اللي تساعدني. مش داعم للكابتن حسام حسن؟ لا داعم خلاص، طالما دخل خلاص، احنا مع اي حد داعم. انا ما عنديش يعني انا داعم للجزئيه ان هو موجود خلاص، انا ما عنديش مشكله، وربنا يوفقه طبعا ويوفق مصر. انا نفسي اشوف الكوره المصريه في حته تانية، نفسي نقعد نتفرج كده ونقول والله لو فرقتنا اتغلبت نسقف لها علشان عملوا اللي عليهم. هو انت يا كابتن مالكش علاقه بكابتن حسام؟ يعني ما ليه علاقه بيه وكل حاجه؟ ده ما انما اقصدش يعني بيها بتتكلموا لا عادي عادي خالص، انا مش بتكلم على دي، انا لا بتكلم انا فاهم انا لا ده سؤال كده عابر يعني. لا 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 عادي ما عادي بتتكلموش انا خالص يعني مش لا اصدقاء يعني ليه مش لا لا اصحاب؟ لو اتقابلنا نتكلم وكل حاجه اخر مره قابلته امتى مثلا؟ لا لا من 4 5 سنين. لا الموضوع مش كده، الموضوع
الموضوع انا مش بتكلم على حسام كحسام، انا بتكلم على انك يبقى عندك مشروع للكره المصريه. انت هقول لك على حاجه، انت لغايه النهارده بتعمل مسابقات 8 سنين و9 سنين و10 سنين و11 و12، اوروبا كلها ما فيهاش الكلام دوت، لان التعليم في الصغر كان نقش على الحجر. لازم الطفل دوت ابتدي بس احنا خلاص اعلمه يا كابتن، اعلم اعلم بقى عندنا مدير فني في اتحاد الكوره ومساعد المدير الفني او نائب مدير في كده، يعني بدات انا الامور. مش عايز اتكلم، بص انا مش عايز اتكلم في الجزئيه دي عشان ايه الناس بتزعل. انا طب بتكلم على خلاص، مستقبل ليك وليا ولولادنا ولنظرنا بقول لك ايه يا ولمتعتنا كابتن والحاجات دي. عفت، اتفضل. عيشني النهارده موتني بكره، ما لا تقعدش ده الكلام ده بتاع الناس الفاشله. حبيبي حبيبي يعني. حبيبي حبيبي اه والله انت حبيبي هتقعد تقول لي بكره بكره، حبيبي، خلينا يا عم في ماشي النهارده. ربنا كريم ان شاء الله الزمالك ان شاء هيكسب الله. دريمز كام ان شاء الله؟ والله اتمنى 3 4 مش كده 5 زي ثلاثة ما هي عشان يريح على الأقل، اتمنى. عشان يريح نفسه في صح ماشي ربنا ماتش كريم ان شاء العودة الله يعني إن شاء ان الله. شاء الله ان شاء بس الله. متأكد إنك خايف على الأهلي عشان بس أأكد النقطة اه دي؟ والله العظيم والله العظيم خايف على الاهلي طيب، والله. يعني أنت عايز الأهلي يكسب دوري أبطال اه أفريقيا طبعا والزمالك يكسب طبعا الكونفدرالية طبعا طبعا طبعا، ويلعبوا السوبر ويلعبوا السوبر في استاد القاهرة؟ والزمالك يكسب. هتروح؟ اتمنى والله. ماشي ماشي يا كابتن، اشكر حبيبي حضرتك شكرا جزيلا، الكابتن عفوت نصار نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الاسبق.